يلا ألف مبروك يا فيصل، 100 نقطة صاحب الرقم 11 12 12. يلا 12. أنا بصدقك معاهم. يا مرحبا. ما قدر غير رب العالمين. الله يبيض وجيهكم. حياك الله يا عامر. هلا يا مرحبا. منور. بوجودك حبيبي. ريلاكس عالي. لا ابدا مرتاح. انسى ما فات. الحمد لله. تأكد وهذه قناعتي الشخصية عاد. وإن شاء الله أنك يعني تاخذها مني. سمي. تأكد أن كلنا تمنينا أنك تشوف أهلك. تمام؟ طيب. وتأكد أيضا أن أهلك الآن جالسين يشوفونك ومترقبينك، وخاصة الوالدة يمكن 24 ساعة جالسة تشوفك، فهذا أكبر شيء بالنسبة لك. اللهم لك الحمد. الأهم من ذلك أنك تفرحها في هالبرنامج، تجتهد وتاخذ النقاط إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وتشد حيلك إن شاء الله. السؤال إن شاء الله أنه سهل و100 نقطة من نصيبك. السؤال لي عامر على الشاشة. السؤال: كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟ 32 أو 30؟ أيوة عد عادي. أي احسب معاك الوقت. عدد أسنان الإنسان البالغ 30. كم؟ 30. إنسان من اللي قال أربعة هذا؟ اثنين. أربع أسنان للعقل موجودة؟ 32. من هو؟ أنت معاف صح؟ كلها شلتها العقل انت؟ لا بس توها تطلع يعني عندي. لسه ما عقلت للحين. ما قد عقلت باقي، بس انها اثنين تحت واثنين فوق. حتى عامر ما عقلت للحين. لا والله اني نسيت، ما طلع على بالي. عدد اسنان الانسان البالغ يا عامر. للاسف الاجابه خاطئه. مع اول خير. بدا. حسب اسلوبك تعال. مع اول خير يا حبيبي.